ايه منى بتعمل لنا ايه؟ انت انت اللي بتعمل ايه؟ انت بتصور انت بتهزر كده عادي يعني بالمنظر ده عندنا؟ خلي الناس اه خلي الناس تشوف البهدله اللي انت فيها دي. ماشي ماشي. بصوا يا جماعه انا كنت مستعجله جدا. الاول مساء الخير على الجميع على الجميع على الجميع على الجميع، منورين قناه منى وكوكي المجانين. انا داخله ف كنت جعانه، هنعمل ايه؟ انا هعمل اكله ايطالي اسمها التشيكن فرانسيس، بتتعمل باللحمه او بالفراخ. بصوا يا جماعه دي عباره عن لحمه الفيل اللي هي الفيل اللي هي ايه؟ بتلو اللي هو البتلو. بصوا بتبقى بس بيهم الرفيعة بتبقى بتبقى يعني ارفع من كده، بتبقى رفيعه جدا جدا جدا. بنحط فيها بيضتين وملح وفلفل اسمر وبس، وبعد كده بنحطها في دقيق وبنحمرها، مش بنسويها جامد، هنحمرها يا دوبك تاخد اللون، بنحمرها في سمنه، ما تنفعش التشيكن فرانسيس تتعمل بالزيت، وما بنحطش كميه كتيره يعني ناكل شويه. يا جماعه دي شكل السمنه عندنا، باخد حته صغيره وبحطها عشان بس تتحمر بس. وبصوا كمان هوريكم حاجه، بصوا اللي بيطلع منها ده اللي هو ده، انا ما برمهوش، هو ده اللي انا هعمل منه الصوص الفرنسيس. فخليكم معانا ما تروحوش بعيد وهوريكم الشكل. بصوا خلاص دي تقريبا قربت تطلع، خليكم معانا ما تروحوش بعيد. انت اللي مليانه دقيق. انا انت بتهزر بتصورني. طبعا انا لسه جايه من الشغل فانا اسفه. ورجعت لكم تاني، بس المره دي بقى طبعا انا عملت ايه؟ انا دبست هو اللي يعمل الصوص. بص عشان احنا بنحبها جدا، انا عامله فراخ وعامله الفيل اللي هي اللحمه البتلو، وعامله بص انا هوريكم عشان احنا فعلا بتطلع تجنن. وعاملين هنا كميه تانيه، انا هنا عملت شويه بطاطس، طبعا يعني بطاطس عادي مسلوقه وبحمرها. بصوا بقى هوريكم الصوص بتاع التشيكن فرانسيس. احنا بنحتاج زبده، ده وليمون، هي زبده وبس ليمون، كميه تكون كميه كويسه. بدور على مين؟ That's a truck. No. بيفضل يقلبه عشان بس يا جماعه لون الزبده ما حدش يقول ان هي تبقى محروق، بس لازم تغمق السمنه زي ما احنا شايفين كده. كانت عايز تغمق. وبعد كده يا جماعه نحط كميه ليمون. انت حاطط كام ليمونه يا نور؟ خمسه سته؟ اربع، لا كم اربع ليمونات كبار. بس احنا كميه الاكل احنا عاملينه طبعا كله على حسب، احنا بنحب الحاجه تكون الليمون اللي فيها عالي السنه، وبنسيبها تغلي شويه. هنحط بقى شوية كورن ستارش نشا كورن ستارش هتلاقيه فوق في علبة. هو ده مش هيبقى كفاية لل عاملين كمية كتيرة. هتعمل واحد تاني؟ انا بس اتخنه. بنحط شوية معلقة نشا. ثواني اهو باجي لك الناحيه الثانيه. سهر ده ورا. ايه
جاد. بص الحاجات اللي بتطرطش بهدله البوتاجاز. اه اي نو. ودي شويه لو اي حد عنده شوربه لحمه او فراخ، هي شويه صغيرين، او الناس بقى زي ماجي ترميها في ميه، حطي لو ما عندكيش اي بواقي شوربه. اهم حاجه فيها التقليب، بتقلب كتير. حبه معلقه صغيره، عايزه بس اوريهم السمك بتاعها. اه بس ما هي لسه ما اتحشتش. ايوه انا لسه عايز اعمل شويه كمان. اوكي مش عايز انزل. فلفل اسمر والملح، لازم الملح. الملح مع الليمون هم اللي بيظبطوا الطعم. طبعا كل واحد يحط الملح اللي هو عايزه. يبقى كده هنقول تاني ان الادوية بتاعت التشيكن فرانسيس زبدة او سمنة وليمون ومعلقة نشا وفلفل اسمر وملح. والف هنا وشفا، خليكم معانا. هي كده خلاص خلصت صح يا ولد؟ الصوص اه خلاص كده خلاص هيتحط بس على الفراخ والبيض. خليكم معانا عشان اوريكم الشكل النهائي. هنا احنا بس عملنا بطاطس حمرناها سلقناها وقطعناها حتت وبنحمرها، والورقة سلطة بينز اللي هي هي مش سلطة. لا هي مش سلطة، هي ميكس بينز، كل ألوان البينز، كل أنواع اللي هي الفاصوليا بألوانها، مع شوية زيت وشوية ليمون صيانة. وخليكم معانا أوريكم الشكل النهائي للتشيكن فرانسيس. بس يا جماعة احنا بعد ما سيبنا الصوص بناخد بس الكمية اللي احنا ناكل منها، يا دوبك بتحطها ثواني وبنطلعها، بتقعد ثواني لان كل حاجة مستوية. فكده خلاص هطلعها هطلعها. وده الطبق اللي احنا طلعنا فيه، يا دوبك بنسخن لان احنا بنحبها جدا 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 جدا، فبنسخن على قد اللي هياكل. بس اللي ياكل الاكله دي يكون بيحب الليمون. اه اللي ما بيحبش الليمون ما يعملهاش يا جماعه، يعني اللي بيحب الحاجه مززه يعملها. اوكي والف هنا وشفا عليكم كلكم، وما تنسوناش في اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يجيلكم كل جديد.